أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض جب ہلا ماری جائے گی زمین زلزالها ہلا مارا جانا اس کا وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض اور نکالے گی زمین أثقالها بوجھ اپنے وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان اور کہے گا انسان ما لها کیا ہے اس کو يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها يومئذ اس دن تحدث وہ بیان کرے گی أخبارها اپنی خبریں بأن ربك أوحى لها بأن ربك أوحى لها بأن ربك کیونکہ تیرے رب نے اوحى لها وحی کی اس کے لیے يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم يومئذ أصدن يصدر الناس پلٹیں گے لوگ اشتاتن مختلف حالت میں لیورو تاکہ وہ دکھائے جائیں اعمالهم اپنے اعمال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة فمن تجو کوئی یعمل عمل کرے مثقال ذرت ذرے کے برابر خیرن بھلائی کا یرہو وہ دیکھ لے گا اس کو ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل اور جو کوئی عمل کرے گا مثقال ذرة ذرے کے برابر شرن برا یرہو دیکھ لے گا اس کو